ورجعت لكم في فيديو جديد. بس قبل ما ابدا معاكي الفيديو، لو انت مهتمه بالنصائح بعد التدبير بالاعمال اليدويه، اتاكدي ان انت عملتي اشتراك للقناه وفعلتي الجرس عشان تستفادي مني بكل جديد. يلا بينا نروح على الفيديو، بتمنى لكم مشاهده ممتعه. يا مساء الفل. قبل ما ابدا الفيديو يا بنات، حابه اعتذر لكم عن الفتره اللي فاتت، انا كنت منقطعه فيها عن اليوتيوب شويه، بس والله العظيم سامحوني عشان خاطر بس ظروف تعبي وكده. بس الحمد لله يعني بقيت احسن دلوقتي، واقدر ان انا الحمد لله انزل ايه فيديوهات كل فتره والتانية. النهارده بقى الفيديو بتاعنا هنعمل مناديل سحريه كده، او مناديل تنظيف سحريه. بصوا وهم اللي هتجربها مش هتستغنى عنها. انا بصراحه من ساعه ما جربتها ما قدرتش استغنى عنها. بصوا دي كده كانت عندي قربت تخلص خلاص، تمام. جبت بقى واحده كده تانية عشان اعمل بيها الفيديو معاكم، ومنها ايه برضو هتنفعني بعد كده. دي مناديل وايبس، تمام. مناديل عاديه جدا، مش شرط ان انت تروحي تشتري نوع غالي، لا في انواع كتيره جدا رخيصه وهتقضي معانا نفس الغرض. هنجيب كلوريكس كده الوان، او كلور عادي، او اي منظف ومعقم عندك مفيش اي مشكله، هتقدري ان انت تستخدميه في الوصفه بتاعتنا دي. انا بفضل الكلوريكس اكتر من الكلور، لان انا الصراحه الكلور بيجيب لي حساسيه في ايدي، ما بحبش ان انا استخدمه على ايدي مباشره، لكن الكلوريكس الوان بيكون اخف شويه. او معقم منظف، المعقم بتاع ديفا اسمه معقم منظف ديفا، برضو ده حلو جدا، جيبوه. انا جربت ده وجربت ده، بس انا النهارده هجرب معاكم كلوريكس. انا جربته برضو قبل كده، بس هعمل معاكم النهارده بكلوريكس الوان. بحط كده من 3 لاربع غطيان، تمام، في المناديل كده من جوه، واسيبها شويه لغايه لما المناديل تتشرب الكميه اللي انا حطيتها كلها. بعد كده بقى هقول لكم استخدامها في ايه. بصوا شايفين دي الكبه بتاعتي، ماشي. بصوا مطفيه ازاي مش بتلمع اللون الابيض بتاعها. هاخد كده منديل من مناديل التنظيف اللي احنا عملناها مع بعض قدامكم اهو، هاخدها كده. بصوا مسافه ما بتمسحي بيشيل كل الدهون. طبعا احنا عارفين الاجهزه الكهربائيه دي في المطبخ بتلم دهون جامد جدا، تمام. انا بنضفها بصراحه كل اسبوع، فعشان كده مش هتلاقوها ايه اللي هي مش نظيفه قوي يعني، عشان انا بصراحه بمسحها كل اسبوع بالطريقه دي، تمام اهو. بصوا بقت ليها لمعه ازاي، سحر. بصوا في برضو ايه نسبه دهون بسيطه جدا، بس ان هي مش عارفه بقى هي واضحه قدامكم في التصوير ولا لا. اهو بعد ما بمسح بالمناديل بجيب كده فوطه كده ناشفه، وابتدي ان انا امسح بيها، انشف بيها المكان يعني المناديل الوايبس وكده. إيه طبعا استخدامات دي ايه، استخدامات المناديل دي بستخدمها في الاجهزه الكهربائيه بتاعت المطبخ، بستخدمها في الثلاجه والغساله، وكمان دي فريزر، ده بمسح بيها الاجهزه دي كل اسبوع يعني مره واحده في الاسبوع. بالنسبه للاسطح اللي هي الرخام والاسطح بتاعه المطبخ بمسحها يوميا كل يوم، لكن ما انصحكيش تحطيها على الازاز لانه بيغير الازاز، مش بينفع مع الازاز. وتقدري كمان لو انت مثلا مش عايزه تدعكي حوض الحمام كده كل يوم، تقدري ان انت تاخدي برده واحد من المناديل دي، تمام، وتمسحي بيه الحوض، وبعدين تشطفيه كده من الميه بيلمع. بصوا بيبقى ريحه الحاجه حلوه جدا، تمام. بس كده انا بقى كده خلاص خلصت الفيديو بتاعي بتاع النهارده. اتمنى يا رب يكون عجبكم، قدرتوا ان انتوا تستفادوا من الفكره بتاعتي بتاعت النهارده. لو اول مره بتشوفيني بقى، يلا ما تنسيش تحطي لايك كبير للفيديو، وتكتبي لي رايك في التعليقات، تمام. ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس عشان تستفادي مني بكل جديد. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي، مع السلامه.